اليوم على القرية العالمية كثير قالوا لي روح وما تندم، بس قبل لا أروح لازم أعبي البطن، هذا أهم شيء. وبعد كذا يبين اتجه على القرية العالمية. هذا الباص اللي يوديني على القرية العالمية تخيلوا بكم؟ ب10 دراهم فقط. وطلعت على الباص بعد ما سجلت الدخول، وبكذا أنا وصلت القرية العالمية. طبعا قبل لا تدخل القرية العالمية لازم تقطع لك تذكرة، تذكرة ب25 درهم. وما شاء الله على القرية العالمية، قسما بالله جدا فخمة وجدا جميلة، وحتى تفتح النفس. شوفوا معايا المناظر. أنا جدا مبسوط إني جيت على القرية العالمية بصراحة والله. صار لي نص ساعة أمشي ولسه ما رحت كل مكان في القرية العالمية، شقد ما هي كبيرة. أنا أخليكم مع هذا المنظر، استمتعوا.